أحسن الله إليكم. المرسل عين ألف من الرياض يقول: هل مكانة المشايخ والمحاضرين في مكانة العلماء؟ وهل هم في الأجر سواء؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى فضل أهل العلم العاملين بعلمهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا اجتمع العلم والعمل في شخص فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وله قدره واحترامه لما له من النفع ولما يحمله من العلم والتقوى. والعلماء يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في العلم ويتفاوتون أيضا في العمل، فكل منهم يجل ويحب بقدر ما آتاه الله من العلم النافع ومن العمل الصالح، سواء كانوا محاضرين أو مدرسين أو كانوا قضاة أو مفتين. العبرة ليست بالوظيفة، العبرة بالعلم النافع الذي يحمله العالم، والعمل أيضا، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.